مساء الخير. استراحة جوية رح تستمر لبكرة الجمعة ليعود ويتجدد المنخفض الجوي الجمعة ليلا وبيكون تأثيره سريع لينحسر السبت بالقسم الثاني من النهار. إذا جونا لبكرة غائم جزئيا وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال وعكر عم بتسجل 19 درجة، طرابلس 20، العاصمة بيروت والصور عم بيسجلوا 22 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 13، اللقلوق 12، الزحلة 16، وجزين 19 درجة. نسبة الرطوبة ساحلا بتوصل ل 80%، الريح السطحية بتتراوح سرعتها بين 30 وال 40 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمائج. إذا شو هي الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للجمعة جونا غائم جزئيا نهارا بيتحول إلى ماطر وعاصف ليلا، أما درجات الحرارة فبتسجل نهارا 22 درجة. للسبت جونا ماطر صباحا بيتحسن تدريجيا خلال النهار، أما درجات الحرارة فبتنخفض ساحلا لل 20 درجة. للأحد والتنين جونا غائم جزئيا مستقر نسبيا، أما درجات الحرارة فبترتفع لتسجل 22 درجة ساحلا. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم بذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.